وصلنا لتاني استضافة معنا اليوم. رح نحكي عن الكروشيه وهو فن خاص له رواده ومحبيه. اليوم ضيفتنا مبدعة بمجال تجهيز الكروشيه. اسمحوا لي ارحب بدانيا احمد. صباح الخير دانيا. صباح النور. اهلا فيكي. اول اشي دانيا احكي لنا ايش الكروشيه؟ هلا الكروشيه كان متعارف عليه زمان انه هو شغل السناره بالصوف، بيعملوا فيه طواقي اواعي للبيبيات. هلا تطور شوي الموضوع، صار ممكن ينعمل مفارش للارض، ممكن كراسي يعني ديكورات للبيت، ممكن العاب. فهي الكروشيه شغل سناره هو. طب صوف بالصوف يعني. هلا هو له خيوط، كانوا زمان صوف اكثر الاوقات، هلا في له خيوط خاصه للكروشيه. طيب دانيا كيف بلشتي بهذا المجال؟ هلا صراحه انا بلشت هوايه الموضوع، انه كان جابالي اعمل طاقيه الي لفحه لجوزي وكذا. بعدين لما صرت اتفرج على اليوتيوب وهاي القصص اجى عبالي انه اتعلم اشياء جديده. فكل مره انه بحاول اعمل اشي جديد وهيك. طب شو اهم الشغلات اللي لازم تعرفيها قبل ما تبلشي تعملي القطعه؟ هلا انا بالعاده حسب شو طلب الزبون، يعني بتفق معهم على الالوان، ايش القطعه اللي اصلا بدهم اياها، ايش الحجم. ما هذا هلا بدنا نشوف بعض الصور دانيا ونعلق عليهم. خلينا نعلق هاي الصوره. هاي كثير حلوه. هلا هاي ميداليه على شكل الوانها. هلا الالوان في اشياء الناس بتقول لي على ذوقك، لانه بعرف كيف انسق الالوان. في اوقات بيكونوا هم اختاروا هدول الالوان الباستلز اللي نحكي عنهم، صح؟ مزبوط صح. قد بياخذ مثل هاي مثلا ميداليه؟ قد اخذت معك وقت؟ هلا تقريبا يعني بدها ساعتين ثلاث حسب قديش يعني. اوكي، واكثر قطعه اخذت معك اكثر وقت شو هي؟ هلا هم المفارش اللي على الارض بياخذوا تقريبا 4-5 ايام حسب. اوكي الوقت. كم ساعه قد معدل يعني كم ساعه باليوم تشتغلي عليها اذا مفرش على الارض مثلا؟ اذا مفرش ما هو حسب الفضاوه يعني، بس بدي بقعد ساعتين تقريبا، يعني ساعتين ونص هيك. وقد ايه حلو لانه بياخذ هيك يعني بتحسي حالك تفصلي عن العالم، خاص بتكوني مركزه بشيء معين. صح، مش عم بتفكري بشيء ثاني. عم نشوف قطعه هلا، شو هي بالضبط؟ هلا هاي في البنت اللي طلبتها مني كان بدها انه هيك عجقه الوان، عرفتي؟ فانه هذا شكل فيل. حتى عجقه الالوان متناسقين مع بعض. وحلو كمان دانيا انه مثل هيك اشياء صغيره انه تتقدم زي جيف اواي للناس اللي في كثير ناس بياخذوا قطع من عندي انه هدايا حسب كل حدا شو بحب هيك. لا كثير حلوين. وعم تشوفي في اقبال من الناس؟ طبعا كثير، لانه هو شيء غريب يعني، مش شيء كثير. هاي القطعه برضه انت عملتيها هلا؟ هي كثير حلوه. يعني حتى مش للطفل، بتخيل انه ما رح تكون مؤذيه. لا انا بعمل العاب للاطفال اصلا. حتى خرخيشه وهيك انه اشياء للاطفال باعمار صغيره يعني. نيو بورن وهيك. هاي كنت احكي لك عنها. هلا كل الناس عم بيستخدموها، كم بحطوها بالسياره بالشنطه، تعليق سياره او ميداليه. صح، للشنطه. حتى في ناس عم بشوف بيستخدموها. كثير حلوه هاي، هيك شعرها كريلي. وهذا الباندا ميداليه برضه. بجنن. طب الاغلبيه بيجوا بيقولوا لك احنا بدنا الشكل الفلاني، ولا على حسب انت شو عندك؟ او لا اغلبهم هم بيطلبوا الشكل اللي هم بدهم اياه. يعني ما عندك مثلا شيء جاهز؟ لا لا، على الطلب. كل على الطلب. وهي اللي هلا هي خرخيشه على شكل زرافه وبوت لبيبي. واو كثير كثير حلوه. هذا كرسي. واو هذا عن جد كمان كثير حلو. يعني في افكار جديده، يعني بتحسه مش زي زمان انه بس طواقي اواعي كذا. ولانه في ناس مثلا بنعزموا يعني على مباركه او على شيء. هذا طقم بيبي غالبا بياخذوه انه هدايا لمباركات. هو انا هيك شكلي، انا صاحبتي لانها ولدت جديد بشكلي راح اخذ لها من عندك ان شاء الله، لانهم كثير حلوين. هاي سجاده للارض. طب بدي اسالك دانيا، قد ايه بياخذ مثلا لو انا بدي اطلب طلب يعني تعملي لي اياه، قد ايه بياخذ وقت؟ يعني لازم احكي معك قد ايه؟ انا بفضل قبل يومين ثلاث، خاصه الاشياء المستعجله يعني. صح. عشان يكون في وقت، لانه بلاش يكون في مثلا طلبيات او هيك، فبفضل قبل يومين ثلاث. هذا اللي عم نشوفه هلا كرسي. اوكي، شكل دب. اوكي، يعني في عندك اشكال متنوعه والوان مختلفه. عم تلاقي في اقبال من الناس؟ الحمد لله كثير عم يحبوا. كثير، لانه اشياء غريبه. وفي حدا شجعك على هذا الشيء؟
بالبدايه بيكونوا اهلي صحباتي جوزي يعني كل ما اعمل شغله جديده انه جربي لنا كذا بيطلبوا مني شيء غريب مثلا اجربه. شو الصعوبه بهذا الشيء؟ يعني حكينا على الايجابيات، شو الصعوبه بهذا المجال؟ هلا هو يعني بس مشكلته القعده الطويله بالشغل، بس يعني كصعوبه ما في، لانه بدايه ما بلشت بالشغل لانه هون ما يعني ما اخذ دوره، ما كانش في دورات، يعني فتشت على دورات وهيك ما لقيت، فكله انا اللي تعلمته، فبالبدايه كان في شوي صعوبه بالتعليم. هلا بعدين خلص بصفي اكثرهم القطع زي بعض. طب بما انه ما في دورات، انت بتفكري انت تعملي دورات؟ ان شاء الله. طيب. لقدام شوي رح اجرب اعطي دوره. وبيقدر اي حدا انه يتعلم هيك شيء؟ طبعا، بس حدا بده يكون عنده هوايه الموضوع، وطولة بال. طولة بال صح، لانه في كثير تفاصيل يعني بالقطع اللي يعني شفناها. اذا حدا ما بحب الشغله ما بتخيل انه بمشي فيها لانها بدها تعب. اقبال السيدات على تعلم هاد ما جربت اسال صراحه، ما بعرف، ما جربت اشوف من تعليقات إنه الناس انه يا ريت بنعرف نعمل شيء، نعمل هيك شيء، او بدنا نتعلم، علمينا من صديقاتك في سالوني اكم من حدا عن التعليم، فانا ان شاء الله لقدام عم بفكر. ولك طولة بال على انك تعلمي هيك شيء؟ طبعا، لانه شيء بحبه، بحبه وحابه ينتشر اكثر. صح. طب صار لك كم سنه مبلشه بهذا المجال؟ هاي تقريبا السنه الثانيه. حلو، ما شاء الله عليكي، يعني لي سنه وشوي تقريبا. طب دانيا، ايش الناس اللي بتتواصل معك؟ وين؟ على انستغرام؟ عندك سناب شات؟ عندي سناب شات وعندي انستغرام وعندي صفحه على الفيسبوك. الصفحه اللي على الفيسبوك دانيا زكروشيه اسمها. اوكي، دانيا زكروشيه. طيب بيتك تستعملي فيه الكروشيه؟ يعني مو يعني كثير ولا مش كثير؟ لا مش كثير، لانه صراحه غالبا الاشياء يعني يدوب الوقت يكفي اعمل قطع وهذا، فمش طبعا. طب انت حكيتينا انه زمان كانوا يستعملوا الصوف اكثر، وهلا في خيوط؟ في خيوط معينه للكروشيه، يعني هي خيوط كروشيه اسمها. ما بتستعملي الصوف؟ لا ما بحب صراحه الكروشيه، يعني للقطع اللي انا بعملها بتطلع مميزه مع خيوط الكروشيه. طب ارتب يعني. والاسعار يعني متناول اليد؟ هلا انا بحب لما احط اسعاري تكون إشي انا بقبل اشتريه، فانه صح. يعني الاسعار الحمد لله مقبوله، ما حدا اعترض على سعر او إشي، عرفتي؟ حسب قديش انا بتعب القطاع، قديش بتستهلك مثلا اشياء مكونات وهيك. وقد ايه بتشجعي السيدات اللي عندهم بالفعل يعني موهبه زي هيك انهم يبلشوا بالإشي اللي بيعملوه؟ وحلو انه في سيدات بيحكوا لك احنا ما بنحب انه نطلع برا ونشتغل، يعني بشغل شغل بالبيت. فانه يعملوا إشي ببيتهم. انا بصراحه بعد ما بلشت، انا كان لي قبل بجوز 4 أو 5 سنين انه جاي عبالي اعمل إشي زي هيك، فلما بلشت عن جد ندمانه اني مش من اول مكان جاي عبالي بلشت، لانه إشي كثير حلو انه الواحد يعمل إشي هو بحبه صح، ويكون مميز فيه وبصمته تكون الخاصه بالضبط. فلا انا عن جد بشجع اي حدا جاي عباله يعني في عنده هوايه انه ينميها ويبلش فيها بدون تاجيل. تفضلي نتالي، دائما انا انت عن جد. طيب يعني هدول الاشياء الصغيره مثلا يعني زي الميداليات والاشياء بتحسيهم عليهم اقبال اكثر من المفارش؟ يعني المفارش وال هلا اللي صار اللي عليه اقبال اكثر اللي هي بوكسات البيبي، الهدايا. أوكي. يعني اللي بياخذوها الناس هدايا لبيبي وهيك، هاي اكثر اشياء عليها. في فتره من فترات كان الميداليات، فحسب كل يعني كل شيء له حسب العمر والاجيال اللي بتاخذ. يعني في الصغار بتحسي بيحبوا الميداليات الاشكال هاي على اشكالهم يعني. الكبار شوي بحبوا الهدايا انه ياخذوا هدايا لبيبي وهيك. طب انت حكيتي انه بتشجعي السيدات يخوضوا هاي التجربه، طب كدخل بتقدر السيده تعتمد عليه كدخل شهري مثلا، او من حسب البيع طبعا، او لازم يكون عندها عمل اخر؟ هلا حسب يعني ممكن ممكن اذا وحده عندها وقت متفرغه طول اليوم ممكن تعمل قطع اكثر. ممكن بالضبط يعني اذا في وقت كافي انها تشتغل، بس هو برضه هذا الشغل بده وقت منيح. طب يعني وعشان تحطي اسعاري يصير في اقبال بدك تحطي اسعار شوي مقبوله، اللي مثل ما انت حكيتي انه انت كمان بتحبي، مع انه هو الاشياء اليدويه بالعاده عن جد المفروض تكون غاليه لانه بدها شغل صح. وتعب ووقت، بس برضه الواحد بده يراعي الاسعار طبعا. شوي طبعا. طيب داني احكي لنا، قد ايه السوشيال ميديا ساعدتك بمجالك يعني؟ كثير طبعا، هي الاساس فعليا. يعني بحس انه احنا هلا يعني انا اول ما بلشت كانوا صاحبات، عرفتي، من صاحبه لصاحبه، بس يعني بالنهايه الصحبات رح يزهقوا صح. فعلى الاغلب الرك كان كله على الفيسبوك والسناب شات كذا، يعني هي التواصل الاجتماعي. بالضبط. يعني اجمالا انت بتحكي انه الاغراض البيبي هي اللي عليها اقبال اكثر.
بتكوني انت عامله اوريدي كل شيء جاهز عندك ولا لما تحكي معك الزبونه؟ لا هلا لما تحكي معي الزبونه بتفق انا وياها هلا حسب هي شو البادجت تبعها، حسب انه شو الالوان اللي بدها اياها. ما بزبط انا احط قطع ولسه يعني الزبون كل حدا بده شيء شكل معين او لون معين او شيء، وما بتعرف الاذواق يعني بالنهايه هي فكل حدا حسب شو القطعه اللي بده اياها. طب المواد اللي انت اصلا بتستخدميها الخيوط، هي تكلفتها عاليه عليكي ولا سعرها مناسب؟ يعني منيح مناسب. مش ومتواجده كلها بعمان ولا بتضطري احيانا تجيبي من برا البلد؟ احيانا بضطر اجيب من برا. طيب داني، ايش اكثر قطعه عملتيها وحبيتيها هي كانت مميزه بالنسبه لك؟ هم قطعتين، الكرسي وانا والمفرش اللي على الارض. في واحد ما حطيته صورته، هو على شكل دب، هذا المفرش عن جد كثير حبيته. انا برضه حبيت الكرسي اللي على الارض، هذا اللي على شكل دبدوب. في الكرسي اليونيكورن كمان. اليونيكورن هذا صراحه كثير اجاله كثير حلو. كثير حلو غريب صراحه هو فكرته. وممكن انت مثلا عملتيه كان كاستم اوردر لحدا مثلا، ممكن حدا ثاني يطلبه بترجع بتعمل له؟ طبعا. كل شيء. طيب وفي قطعه هلا انت على بالك تشتغليها ما اشتغلتيها من قبل او ما انطلبت منك بس مفكره تشتغليها؟ في سواء انبعت او ما انبعت انا حابه اشتغل. في اكمل فكره بس بستنى يصير في وقت. هي شغله وقت بس. طب دانيا انت شو مجالك الاساسي؟ انا صراحه بشتغل بشركه شركه اورنج. انت اوريدي انا اوريدي موظفه فوقتي محدود يعني. بس انه حلو بتعبي وقتك بوقت الفراغ بشيء مفيد شيء بحبه. اهم شيء عن جد الواحد اذا بده يعمل شغله زي هيك يكون هو بحب يشتغلها، لانه هي في اشياء بتتعب، في اوقات بيكون ما عنده وقت الواحد، فلما يكون بحب الشغله بخلق لها وقت. صح. بخلق لها. طب قد ايه الكروشيه بيعبر عن شخصيتك؟ يعني قد ايه هيك بتفرغي طاقتك فيه؟ بتحبي يعني انا بصراحه بحس انه هذا الاشي سواء انا كنت مبسوطه بحب الجا للكروشيه، لو سواء انا كنت متضايقه بحب الجا، فهو بحس انه منفذ لاي اشي سواء اشي منيح او عاطل. طيب انت متى اكتشفتي انه عندك هاي الموهبه؟ انت قلتي بلشتي من سنتين بس متى اكتشفتيها؟ هلا احنا من ايام المدرسه كانوا يعلمونا، كنت احب اتعلم بس ما بخطر على باله الواحد انه يضل يشتغل او هيك، بيكون في مدرسه وجامعه وابصر شو. فلحد يمكن هي السنه اللي بلشت فيها يمكن كنت اشوف، بتعرفوا هلا اغلب الناس صاروا يشتغلوا، يعني كل حدا عنده هوايه يشتغلها، فانا كنت افكر انه ليه ما انا اعمل هذا الشيء مش كشغل. اولها بلش كهوايه انه شيء الي، بعدين بلشت انه افكر انه كيف اطور اشوف كيف اقبال الناس على الموضوع وهيك. طيب في مثلا من وين بتستلهمي افكارك انت هيك لما يكون بدك تعمل شيء لحالك؟ من وين بتاخذي هاي الافكار؟ هلا انا غالبا بتفرج يعني اكثر صفحات الكروشيه الاجنبيه، ايش في اشياء بيعملوها وهيك، فمنها يعني. هلا انا عندي كم من شغله جاي على بالي اعمل بحس مش موجودين هون. صح. ما في حدا بيعملهم هون، بحب انه اجربهم من مصدر خارجي. بالعاده الاشياء هم الاجانب غالبا بيكون في عندهم افكار غريبه. صح. وهيك. واول ما بلشت حسيتي في حدا، في يعني قلتي لي انه في ناس دعموكي مثل زوجك مثل اهلك وصديقاتك، حسيتي في حدا انتقدك وهيك حاول يقلل من هذا الشيء او من هاي الموهبه؟ لا 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 لا، يعني ما واجهتي هذا الشيء ابدا؟ لا ما واجهت. لا طب اذا هلا واجهتي هيك شيء او واجهتي تعليق او ممكن ناس يقلدوك يعملوا يعني بنفس الشغل اللي انت بتشتغليه؟ كثير بشوف ناس بيعملوا اشياء هاند ميد الا ما يطلع ناس نفس الفكره تاعتهم ياخذوها ويعملوها ويصيروا هم يعني زي كانها فكرتهم. انا شفت كم من وحده كانوا ياخذوا صور طبق الاصل من شغلي، بس انا بحس بالنهايه هاي ارزاق يعني. صح. وبالنهايه كل واحد له بصمته وله لمسته. صح. على الموضوع، فما يعني بالنهايه ارزاق يعني. يعني دانيا انا بدي اشكرك اليوم، بدي اتمنى لك التوفيق وفعلا فن الكروشيه بجوز لال اللي هلا داخلين بهذا المجال. هيك نصيحه اخيره لكل صبيه عندها، حتى سواء كانت قاعده بالبيت ربت منزل او انها موظفه، شو بتنصحيهم بالنسبه لموهبتهم؟ كيف بتشجعيهم؟ كيف بتخليهم النصيحه انه يطلعوا الموهبه ويشتغلوا عليها ويفرغوا طاقاتهم فيها؟ هلا انا بنصح كل حدا عنده موهبه انه ما يستنى حدا، ما يسال حدا، انه خلص يشتغل على حاله لحاله. يعني يطور الموضوع بدون ما يسال حدا، هو يعني ما حدا بيطلعك لبرا او بيطلع اللي جواتك الا انت. فبنصح اي حدا عن جد يشتغل على اي شغله جاباله يعملها او عنده اياها هوايه.
واي حدا عنده وقت فراغ يعني قاعد يحاول يكتشف كل حدا عنده شغله بيقدر يطلعها ويعمل فيها شيء مميز له. اكيد. طب الرجال ممكن يتعلموا كروشيه؟ هون لا الرجل العربي برا فيه. والله انا استغربت انه طبعا يعني بتحسي هذا شغل بس لبنات ونسوان لا بس لا برا فيه صح. بس هون صعب. لا شكرا. ممكن لضغوط الحياه ضغوط الحياه ما عندهم طوله بال والرجال ما عندهم طوله بال مثل ما انت حكيتي. بجوز المجتمع كمان بيتقبلها من سيده مش كثير لسه ما عندهم فكره انه رجل بيعمل كروشيه. مزبوط. بدنا نشكرك دانيا على وجودك معنا اليوم ونتمنى لك التوفيق بمشروعك وان شاء الله هيك بيكبر اكثر واكثر ان شاء الله. حبيبتي شكرا كثير لك. اذا مشاهدينا من الكروشيه نروح لفاصل صغير ومكملين معكم.